بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي طلاب المرحلة الثانوية، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات مقررات كيمياء 3. هنتكلم النهاردة على جزئية جديدة اسمها الحسابات الخاصة بالاتزان الكيميائي. كنا خدنا الأجزاء اللي فاتت كلها تقريبا معظمها نظري. هنتكلم النهاردة على شوية مسائل على الاتزان الكيميائي اللي هو في الباب الرابع. هناخد مجموعة أمثلة مع بعض يا شباب. بيقول لي احسب ثابت الاتزان واعطي لك معادله كيميائيه واعطي لك القيم بتاع التركيزات. بص معايا يا سيدي، قبل ما نبدا في الحاله مع بعض، هنا اعطيك معادله كيميائيه فيها متفاعلات اكيد وفيها نواتج، عايز احسب ثابت الاتزان. وبعدين في جزئيه ثانيه صغيره كده بيقول لك ثم بين مدلول قيمه ثابت الاتزان، يعني هنعرف يعني ايه كلمه مدلول، يعني على ماذا يدل يعني الناتج. طيب ثابت الاتزان بيتحسب ازاي؟ لاي معادله كيميائيه. المعادله دي في الاول قبل ما احل عباره عن اتزان متجانس ولا اتزان غير متجانس؟ مين يحل معايا؟ اتزان متجانس. كرفته ازاي يا استاذ؟ عشان الحالة الفيزيائية كلها غاز، جي غاز. طيب واعطيك تركيزات المواد وعايز ثابت الاتزان. كلام بسيط جدا ومباشر على فكره. ثابت الاتزان بيحسبوه ازاي يا استاذ؟ بيحطوا فوق تركيزات النواتج، يعني الماده الناتجه ايه. الرقم اللي على اليسار ده بيتحط في صوره اس، اللي على اليسار مو الثلاثه دي، لا اللي على اليسار. بص فوق كتب الرمز زي ما هو. لما اجي اقرا ده اقول ثابت الاتزان يساوي تركيز ثالث اكسيد الكبريت اس 2. هنا باخد تحت هنا او في المقام يا اولاد المواد المتفاعله كل واحده على حته، تركيز ثاني اكسيد الكبريت اس 2 عشان هنا في 2، الاكسجين اللي جنبه ده باخده في صوره ضرب يا اولاد، هنا مش زائد لا ضرب، التركيزات بالضرب. الاس هنا كام؟ واحد، لان مفيش اس هنا، يبقى الواحد ما بيتكتبش كاس احنا عارفين الرياضيه. اعوض عن قيمه اس او 3 بقيمتها واحط لها اس 2، هعوض عن اس او 2 بقيمتها فاصل 2 ديت واحط لها اس 2، هعوض عن او 2 بفاصل 1 وطبعا اس 1، اتعوض عن القيم وعمليه في منتهى السهوله والبساطه. الناتج اللي طلع 2.5 فاصل 2.5 او 2.5 في 10 اس سالب 4، ده قيمه ثابت الاتزان ليس له وحده تماما. طيب هنا نبص مع بعض، ده التركيزات، ده تعويض مباشر يا شباب، وهنا عوضت عن كل المواد عشان الحاله الفيزيائيه كلها واحده. تمام، لو في حرف الاس هنا ولا حرف ال، قلنا احنا في اللقاء السابق مش هشتغل معايا في القانون، الماده اللي فيها اس او ال يعني الصلب او السائل مش هتشتغل معاك في القانون، مش هتحطها في القانون اصلا هنا. امال هحط مين لو كانت دي او حرف تي الغاز او البخار والحاله الايكوس او المحلول المائي فقط هم اللي هيشتغلوا معاك. ده بالنسبه لحل المثال. هنا الجزء الثاني اللي قلت لك هنشوف مع بعض، مدلول على ماذا يدل الناتج؟ الناتج ده تشوفه اكبر من واحد ولا اقل من واحد وليس واحد؟ طبعا هو ليس واحد. طب يا ترى اكبر ولا اقل؟ عرفها ازاي يا استاذ الارقام الكبيره زي ديت رياضيا؟ دي 10 اس سالب، اول ما نشوف 10 اس سالب على طول يبقى الرقم ده على طول فيه فواصل كتيره. طالما فواصل يبقى اقل من الواحد، الاشاره السالبه، لكن لو الاشاره دي موجبه كان بيبقى الرقم ده على طول اكبر من الواحد. خلي بالك من ال 10 اس دي هي اللي بتحدد لك الموقف. سالب يبقى اقل من الواحد، موجب يبقى اكبر من الواحد، يبقى الكي اقل من كام؟ من واحد. طب معنى ذلك ايه؟ ان تركيز النواتج قليل، لان طالما طلع اقل من واحد خدناه في اللقاء السابق على طول يبقى تركيز النواتج اقل من تركيز المتفاعلات. لو طلع اكبر من واحد كان بيجي تركيز النواتج اكبر من تركيز المتفاعلات. لو طلع بيساوي واحد تماما كان هيبقى المدلول، هقول تركيز النواتج يساوي تركيز المتفاعلات. ادي معنى مدلول، يعني على ماذا يدل الناتج. هناخد مثال كمان يا اولاد تطبيقي، هنطلب طلب اخر. اجر المثال ده معايا كده، عدل المعادلة نيتروجين وهيدروجين وأمونيا، الحالة الفيزيائية برضو متجانسة كله من نوع واحد. هنا عكس الموضوع، بمعنى يا أستاذ أعطاني قيمة ثابت الاتزان. أمال إيه تبغى بقى؟ طب أعطاني قيمة ثابت الاتزان في المسألة الجديدة ديت، هيبغى حاجة من الناس دي. أدي الفكرة بتاع السؤال، يعني ممكن يطلب ثابت الاتزان، ده سؤال مباشر، أو يطلب تركيز بمعلومية ثابت الاتزان. طبعا هيبقى تركيزات معلومة واحد بس اللي مجهول هيكون في المعادلة الجديدة بتاعتنا دي. تمام؟ طب مين يقول لي ثابت الاتزان قبل ما نقول هنا، قبل ما نقول الحل؟ خلاص؟ ثابت الاتزان كي اي كيو هيساوي نواتج على المتفاعلات دوت، هاخده قوس مربع كده ان اتش 3 اس 2 على ان 2 اس 1 على او ضرب اتش 2 في قوس مربع اس 3، ده القانون. تمام؟ هيبقى مين المجهول هنا؟ انت طالب مين يا استاذ هنا؟ عايز تركيز الهيدروجين. عايز تركيز ده. يبقى اكيد هيديني تركيز النيتروجين وتركيز الامونيا ويبغى تركيز الهيدروجين واعطيني ثابت الاتزان. طب نجرب مع بعض يا اولاد القانون في الاول عشان يبقى الامر سهل. ادي القانون هيعطيك قيمه ثابت الاتزان، اعطيك قيمه ده
وقيمه اللي فوق وقيمه ده وغايبه دي، ادي كل الموضوع. رياضيا لما تكون تبغى شيء في المقام مجهول، طلعوا مكان الاصل هنا وهات الاصل مكانه. تمام؟ طب يا استاذ لو الطلب اللي فوق مثلا طالب ان اتش 3 كنت هضرب ده في ده في ده هيطلع لك تركيز الجزء ده. طب هنا هطلع دي بره، طب بعد ما اطلعها بره احط مكانها الكي كيو، لان المعلومه يبقى خلي مجهول في طرف والمعلوم كله في طرف. ادي الفكره بتاعت السؤال. هنا مين اللي مجهول؟ طبعا هنشوف مع بعض المعطيات كده زي كده، النيتروجين معلوم من السؤال السابق، والنيتروجين والامونيا معلوم، والكي معلومه اللي هي ثابت الاتزان نفسه، عايز تركيز الهيدروجين ده اللي يبغاه من السؤال يا اولاد الكلام ده انا بطلعه. طب عوض معايا كده شوف، هتروح حاطط هنا تركيز الهيدروجين اللي هو ده، وتروح طبعا زي ما قلت لك هتجيب الكي مكان الاتش 2، ده كل اللي حصل، ما عليك من الجزء دلوقتي، خلي بالك في دي بس. نفس القانون هو كل اللي عملناه، بقارن بين الجزء اللي تحت الجزر وده، كل اللي حصل ان طلعت الاتش هنا بره وجبت الكي مكانها ببساطه شديده كده. وبعدين انا هنا عايز تركيز الهيدروجين، هنا تركيز الهيدروجين اللي طلع بره اس كام؟ اس 3، يبقى هاخد جذر التربيع جذر التكعيب للطرفين، هيطلع عندك اتش او تركيز الهيدروجين بدون اس، وهتاخد جذر التكعيب للمنطقه كلها او للمقادير دي كلها. ادي فكره السؤال. هتعوض تعويض مباشر بقى، كل ده متوفر، انه الامونيا والنيتروجين والثابت كل ده متوفر عندك كمعلوم يعني، هو ده المجهول، هتطلع قيمه تركيز الهيدروجين بالشكل اللي انت شايفه. هعبر عن ان اتش 3 او هعوض عنها يعني بفاصل 2، وهعوض عن النيتروجين بفاصل 8، وهعوض عن كي ب 3.9، واجيب الكلام ده كله تحت الجذر بالحاسبه طبعا، الجذر الثالث، هيطلع لك قيمه تركيز الهيدروجين بالام يعني المولاريه بتاعتي او المولار، يعني التركيز دايما هو ده القوس المربع ده اسمه تركيز يا ولاد، يبقى تركيز الهيدروجين بالمولار. خلاص يا شباب؟ طيب احنا في الجزء ده كده هنشوف احنا حاجه اسمها ثابت حاصل الذائبيه. خدنا احنا ثابت الاتزان، وهناخد حاجه اسمها ثابت حاصل الذائبيه، انا مزله برمز جديد اسمه كي اس بي. طيب الكي اس بي ده هناك كي كيو، هو نفسه طريقه الحساب يعني، بس هنغير الحروف عشان نميز، نقول ثابت الاتزان كي كيو، ثابت الذائبيه او ثابت حاصل الذائبيه اسمه كي اس بي. تمام يا اولاد؟ طيب ايه المطلوب هنا هنبدا نشتغل عليه؟ هنشوف ايه معنى ثابت حاصل الذائبيه او ثابت الذائبيه. قبل ما اتكلم عن ثابت حاصل الذائبيه اتكلم عن تعريف مهم مر علينا كتير على فكره الذائبيه دي، يعني كميه الماده اللي بتدوب او تتفكك في حجم معين من المذيب بس بشرط ثبات درجه الحراره. ليه كل شويه ثبات درجه الحراره؟ لان درجه الحراره لو اشتغلت هتدوب اكتر، يبقى كده الماده هتدوب اكتر مما تحتاج، لكن انا عايز الامر طبيعي، يبقى هنا كمية المادة لما تذوب طبيعيا بدون تسخين يبقى ده اسمه عند ثبوت درجة الحرارة، يبقى كمية المادة التي تذوب أو تتفكك في حجم معين من المذيب عند ثبوت درجة الحرارة اسمها الذائبية. طيب في حاجة اسمها الذائبية المولارية، يعني خاصة بمول واحد، يبقى الكمية الذائبة هنا خاصة بعدد المولات في حجم محدد هنا. هنا مش حجم معين، هنا حجم حددته باللتر. يبقى عدد المولات المذابة، إذا كانت المادة المذابة هاخد لها عدد المولات مذابه في كام حجم محدد هو اللتر هنا من المذيب، يبقى هقول عليها الذائبيه المولاريه بزود عليها. تمام؟ يبقى خلي بالك من التعريف هنا. طيب حاصل الذائبيه اللي هو الكي اس بي، الكي اس بي اسمه حاصل الذائبيه. طيب اللي هو الكي سيركوليتي برودكت او بنسميها الحاصل الذائبي. طيب ده عباره عن مفهوم، هو حاصل ضرب تركيز الايونات الناتيه مرفوع لكل منها اس معامله. يعني ايه يا استاذ الكلام ده؟ اولا الذائبيه ديت بتخص المواد اللي هي شحيحه الذوبان في الماء، هنشوفها مع بعض، او قليله الذوبان في الماء، او الصعب ان هي تدوب في الميه، بعض الامثله ليها هنحسب لها بطريقه معينه دلوقتي اسمها حاصل الذائبيه. تمام؟ يبقى حاصل الذائبيه هنشتغل بيه على مين؟ هو نفسه ثابت الاتزان، بس ده يكون خاص بالمواد قليله الذوبان في الماء. هناخد امثله ليها تحفظها لي عشان تعرف المواد دي قليله الذوبان في الماء، ولما تيجي تفكك بيتفكك تفكك جزئي بيطلع منها ايونات على طول، بيطلع منها ايونات بس عدد بسيط جدا. زي مين المواد اللي هي صعبة الذوبان في الماء؟ هناخد كلوريد الفضة AgCl، وهناخد كبريتات الباريوم BaSO4، وهناخد كلوريد الرصاص BbCl2. طبعا في أمثلة أخرى موجود لك الصفحة اللي أنا كاتبها لك، هو صفحة 145 في الكتاب المدرسي، هتطلع طبعا عليها وتشوفها. طبعا الشروحات بتاعتنا كلها من الكتاب المدرسي يا أولاد، بعد إضافات بسيطة تعديلات أو عملية توضيح يعني.
طيب بنقدر نقول هنا ايه ده يا استاذ المكتوب؟ ثابت الحصر الذهبيه القيم بتاعته منخفضه جدا، تمام؟ ده بتوضح لك مدى ذهبيه الماده، يعني الذوبان بتاعها ضعيف. دي الامثله اللي موجوده عندي بالمواد الذهبيه. هنتعلم ازاي الحصه الجايه ان شاء الله نعمل حسابات على حسابات الذهبيه والذهبيه المولريه والكلام ده كله بمشيئه الله، علشان ما نطلش على حضراتكم، ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.